مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملائي على التواصل، وها هي الانطلاقة لشوطنا العاشر في مجموع أشواط هذا المساء، شوطنا العاشر الخاص هنا بالحجايج. إذن القعدان لأبناء القبائل في هذا المهرجان الجميل على أرضية ميدان الذيد الذي ينطلق بهذا الأداء الجميل في مكرمة سامية وضعت على أرضية هذا الميدان. شكرا لصاحب هذه المكرمة، شكرا للداعم الرئيسي لهذه السباقات سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نسير معكم في هذا الانطلاق، نسير إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى المعلم العبيد بن أحمد بن محمد العامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، جمر على المركز الثاني، محمد بن صالح بن حمد الحول المري من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ينطلق عالي لحمد بن الصغير بن راشد بن سعيد بن عمان المهيري. أما على المركز الرابع فيأتينا هنا سياسي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي، ومن الجانب الآخر القادم همنول سالم بن حمدي بن سالم الدرعي، والوصول هنا أيضا من صغان هنا القادم في هذه اللحظات هنا ويتسلل بدوري في هذا الانطلاق والتحدي. هنا يأتينا توباز لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي بهذا الانطلاق الجميل، هو الوصول من هنا همنول محمد بن سعيد بن حمدش الخيالي من ينطلق بهذا الأداء. من الجانب الآخر شعار بن رشيد هناك يتواجد بهذا الانطلاق الدرع، أحمد بن خليفة بن سلام بن رشيد السويدي ويأتينا هنا أيضا وينطلق في هذه اللحظات، والقادم بكل قوة موال إشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري من ينطلق، وعلى المركز العاشر يتواجد هيمان لمسلم بن علي بن زري المنصوري، ولكن بعود إلى صدارة بعد أن زحت المراكز العشرة الأولى وما خلف العشر. هناك أسامي، هناك شعارات تتواجد بهذا الانطلاق هو التحدي الجميل، والمعلم على المقدمة على المركز الأول يدرس ويقدم درسه الجميل على صدارة هذا الشوط، المعلم العبيد بن أحمد بن محمد بن قبع العامري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني والقادم على ثاني المراكز همنول، هنا أيضا إذا المركز الأول للتصحيح غازي لمحمد بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة. نعم أنا قلت الشعار، شعار أبو ظفيرة يحمل الرقم 37 في هذا الانطلاق والتحدي. هناك الوصول من هيمان لمسلم بعلي بن دري المنصوري، بينما المركز الثالث هنا يأتينا على ثالث المراكز والمنطلق همنول لمحمد بن سعيد محمد بن حمدش الخيالي، وصل موال لشعيل بن عبد الله بن حمران المري من يأتينا على رابع المراكز. وفي المركز الخامس، المركز الخامس والمنطلق هنا في هذه اللحظات مداوي سالم بن حمد بن محمد المزروعي من يأتينا، ومن الجانب الآخر يا سلام هناك تحدي، تحدي من هنا ريعان عبد الله بن محمد عبد الله بن مطر بن حاضر اكتبه من يتسلل من الجانب الآخر، ووصل شعار الصمود، شعار الصمود أيضا يصل في هذه اللحظات هنا وينطلق بدوره من الجانب الآخر ويتسلل هنا ضغط صالح بن محمد بن سعيد بن العضيلي العمري، والقادم القادم هنا أيضا شاهين منصور بن محمد بن نعيف العامري، ويأتي هنا أيضا وينطلق في هذه اللحظات لمفدع سالم بن حمد بن محمد، هنا أيضا القادم في هذه الانطلاقة المنفدع لحمود بن محمد بن سالم اللوهيبي، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى غازي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سامي
إذن الصدارة غازي، غازي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول محمد بن سالم بن عبيد بن ظفيرة العامري، والمركز الثاني موال، موال شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن شعيل بن حمران المري على ثاني المراكز. ولكن الله 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 بالقادم، القادم القادم بداع 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 قادم هنا لراشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي من ياتينا ويتسلى البداع على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط على المقدمة. يا سلام ينطلق 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 هناك بداع راشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام مرغم سلام، سلام مرغم سلام على هذا الأداء الجميل واللحظة إلى خط النهاية. تهانينا لراشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي على فوز بداع بالمركز الأول. تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. فاجأنا في الأمتار الأخيرة واستطاع انتزاع الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني غازي محمد بن سالم بن عبيد بن ظفيرة، المركز الثالث انفدع للسيد حمود بن محمد بن سالم لوهيبي، وفي المركز الخامس رابع من وصل هنا أيضا سالم بن مطر بن حادة، عبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي من وصل على المركز الرابع، وفي المركز الخامس من وصل شاهين علي بن حمد بن سعيد المري من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. نعود هنا إلى بداع على الصدارة، بداع على المقدمة، على المركز الأول راشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي. تهانينا والناموس له على هذا الفوز الجميل، تهانينا له على هذا الانتصار الرائع المتميز في هذا الانطلاق الرائع. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والناموس والتوقيت الزمني الذي سجل في هذه الانطلاقة أيضا ولحظة وصول بداع الذي أبدع في هذا الشوط بانتزاعه الصدارة بانتزاع المقدمة. 6 دقائق، الثانية واحدة وثلاثة وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثاني كان من نصيب هنا من وصل غازي محمد بن سالم بن ظفيرة العامري. 6 دقائق 5 ثواني 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان هناك الوصول من المفدع لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي ب6 دقائق 6 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا لكل من نال الفوز ونال أيضا السيارات في هذا المساء الجميل. تهانينا.